طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا بدنا نكمل في سكشن 8.2 صح؟ المحاضرة اللي فاتت بدينا احنا في طرق التكامل عموما اللي هو شابتر 8 تكنيكس اوف انتجريشن. اخذنا 8.1 انتجريشن باي بارتس. اليوم ناخذ تريجنومتريك او اللي هي قوة او التريجنومتريك باورز 8.2 تريجنومتريك انتجرالز تكاملات مثلثية. بدي أقولكم الفكرة بعد هيك بتلاقوا الأمور بتصير بسيطة جدا. فكرة الحل إيش عندي؟ أنا بعرف طبعا سيكشن أنا بعرف إنه لو كانت y بتساوي sin x فإن dy بتساوي cosine x dx صح؟ ولو كانت y بتساوي cosine x فdy بتساوي سالب sin x dy مظبوط ولا لا؟ ممتاز. طب هنا لو شلت السالب بقدر أحطها بنفع؟ معي؟ سيبك من الكتاب سيبك من الكتاب. أنا بدي أحكي فكرة الحل. طبعا هم في شرح طويل وعريض ما تهتموش لي كثير. خذ الفكرة هنا ومنخلص. حلو الكلام؟ يعني مجرد ما اشوف هذه بعرف انه هذه مشتقة مين؟ الساين. لما اشوف هذا مشتقة الكوزاين بس في سالب مش مشكلة. تمام؟ هذا البداية وهذا انا بادي من حاجة الكل عارف. سيبوا ركزوا معي. انا بديت من حاجة الكل عارفها. تمام؟ طيب انا الان الفكرة تبعت هذا الموضوع لما يجيني يقول لي بدي تكامل ساين تربيع اكس كوزين تكعيب اكس دي اكس. تمام؟ الاس الفردي وين موجود؟ على الكوزين. خدي واحده منهن بس واحده وحطيها جنب الدي اكس. حيصير عندي هاي الدي اكس جنبها من الاقتران الفردي الاس الفردي بس كوزين اكس. ايش ضل عندي؟ ساين تربيع اكس كوزين تربيع اكس. هذه الخطوه الاولى. تمام؟ سهله. يعني لو كانت تكعيب هان او اس خمسه مش مشكله. خذي واحدة منهن وحطيها جنب الدي اكس. بطلع هذا مشتقة مين؟ ساين. يبقى بروح بقول خلي يو هي ساين اكس. هاي مفتاح الحل. هذه مشتقة مين؟ الساين. خذي يو بتساوي ساين اكس. يبقى دي يو ايش بتساوي؟ كوزاين اكس دي اكس. اصبح هذا عندي دي يو. حلو الكلام. طب اليو ساين يبقى هذه يو تربيع صح؟ طب هذه مش بقدر اكتبها واحد ناقص ساين تربيع؟ يبقى صارت واحد ناقص يو تربيع. يبقى صارت يو تربيع في واحد ناقص يو تربيع دي يو. صار سؤال تافه جدا مظبوط ولا لا؟ يبقى صارت عندي تكامل يو تربيع ناقص يو اس أربعة كله دي يو. سؤال خلصت مباشرة. يبقى الفكرة اني اعرف هذه مشتقة مين وهي اللي افرضها واجيب البقيات بدلالتها. سؤال خلص. لو كان عندي تكامل ساين تكعيب اكس كوزاين تربيع اكس او اس أربعة او غرب ايش ما كان وات ايفر دي اكس هقول ايش بتساوي؟ ساين. بدي احط الساين جنب الدي اكس صح؟ ساين تربيع اكس كوزاين تربيع اكس في ساين اكس دي اكس. تمام؟ هذا مشتقة مين؟ يبقى خلي السالب نطلعها برا مش اخر ما يهمنا السالب. معاي هنسيبكم من الباب. عليكم السلام. يبقى بفرض يوب ايش بتساوي؟ مشتقة مين هذه؟ هذا مشتقة مين؟ يبقى كوزاين. تمام؟ يبقى دي يو ايش بتساوي؟ تساوي سالب ساين اكس دي اكس ومنها سالب دي يو بتساوي ساين اكس دي اكس. حلو الكلام؟ برجع للانتجريشن تبعي بقول بيساوي تكامل الساين تربيع هي مالهاش هي واحد ناقص كله بدلالة الكوزاين بدلالة اليو بدي اكتبه واحد ناقص كوزاين تربيع اكس في كوزاين تربيع اكس في ساين اكس دي اكس. خلينا نكملها بالاكس وبعدين بنحولها لليو. بتصير واحد ناقص يو تربيع في يو تربيع في دي يو بالسالب صح؟
إيش صارت؟ تكامل. سالب برا، سالب برا، يو تربيع ناقص يو أس أربعة دي. طب أنا بدخل السالب وخليها يو أس أربعة ناقص يو تربيع دي. هذه يو أس خمسة على خمسة، يو تكعيب على ثلاثة، ردعوا اليو لأصلها يبقى كوزاين أس خمسة على خمسة وخلص. تمام؟ هاي شرحنا مثالين في دقيقة على الفكرة، الباقي كله سهل بالنسبة لكم. تمام؟ يعني هاي المثال الأول ساين تكعيب هاي مزبوط. المثال اللي بعده كوزاين أس خمسة، هذه هاي فكرة خلص. كوزاين أس خمسة عبارة عن إيش؟ بدي أخذ كوزاين جنب الدي إكس، بضل عندي كوزاين أس أربعة. الكوزاين أس أربعة عبارة عن كوزاين تربيع الكل تربيع، صح؟ تكمل القصة ولا لا؟ طب من غير ما تطلعوا نحل مع بعض شوف على الأمل، من غير ما تطلعوا الكتاب تيرن أوف أو تيرن أوفر، ممكن تقلبوا الكتاب إذا بدكم. لما يقول لي تكامل كوزاين أس خمسة إكس، نقدر نقول هذا عبارة عن إيش؟ أس أربعة إكس في كوزاين إكس دي إكس، صح؟ خلي يو هي إيش؟ ساين إكس، صح؟ إذن دي يو تسوي لنا كوزاين إكس دي إكس. طيب صح؟ يبقى الانتجريشن بيساوي عندي تكامل كوزاين أس أربعة عبارة عن إيش؟ كوزاين تربيع إكس الكل تربيع، صح؟ في كوزاين إكس دي إكس وتساوي جوا القوس واحد ناقص ساين تربيع إكس. ليش قلت ساين؟ لأنه الساين هي اليو، كله بدلالة اليو. تربيع في 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 كوزاين، لا لا لسه 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 كوزاين إكس دي إكس. منفعش نكتب هنا بالساين وهنا دي يو، منفعش زي اللي بيحكوا نصه بدوي ونصه مصري مثلا، يقولها ايه يا بيت عقد النهني مثلا، ما ينفعش تكون بالاكس وباليو مع بعض، هيك خربطه بزبطش. فهذا ايش بدي اساوي عندي الان؟ بدي اكتب باليو، بقول وتساوي تكامل واحد ناقص يو تربيع كله تربيع في دي يو. هذا قوس تربيع بقدر افكه بسهوله، بيطلع يو اس 60 اس 7 مش مشكله، صح ولا لا؟ ما فكه مربع الاول ناقص الاثنين الاول في الثاني زائد المربع. قولي لا 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 ما ينفعش. فيما لو، فيما لو كان هذا من الدرجة الأولى ممكن أكامل عطيه، تتذكروا؟ بس في سالب، في نظرية أو قاعدة كانت معكم في توجيهي مش متذكر أو مش عارف على المنهج الجديد أخذتوها ولا لا، إذا كان اقتران خطي صح؟ والقصة كلها ما فيش داعي أحفظ نظريات وقواعد، لأنه أصلها افرض الاقتران بيو بتفك القصة. كان يقولنا تكامل ألف سين زائد باء كله أس نون دال سين بيساوي ألف سين زائد باء أس نون زائد واحد على نون زائد واحد في ألف زائد جيم اللي هو معامل سين، صح؟ فعشان هيك لما تكون هنا ها لو كان هيك، لكن تربيع لا تنطبقش علينا النظرية. كلها بالفرض، انت بتفرض الاقتران نفسه هو يو، بيطلع عندك لما تشتقي بيطلع عندك واحد على الف في دال سين، ما علينا. هذا بيسوي لنا تكامل ايش؟ ما فيش داعي نكمل. واحد ناقص اثنين يو تربيع زائد يو اس اربعة كله دي يو، والتكامل الباقي بسيط جدا. تمام؟ يبقى هاي فكرتين، انه يكون اذا كان عندي اس فردي مع اس زوجي باخذ، هي نفس الفكرة. هاي اخذت واحدة، هذه مفتاح الحل، صح؟ هي المفتاح. هذا مشتق مين؟ ساين هي، ساين هي اليو، كل الحل بده ينبنى على هذا الكلام. خلص هاي اول مثالين. طيب ممكن يجيني تكامل ساين تربيع في كوزاين تربيع. طب قبل خليني اشوف هذه، عارفين هذه تكاملها لحالها لا إيه؟ أيوة واحد نقص كوزاين 2 إكس على 2 100%. أيوة بالضبط، إحنا أخذنا اللي هي ساين أو كوزاين إكس زائد إكس اللي هي كوزاين 2 إكس، صح؟ إحنا عارفين ساين 2 إكس بتساوي 2 ساين كوزاين، مظبوط؟
بسيطة، لكن كوزين 2 إكس بتساوي كوزين تربيع إكس ناقص ساين تربيع إكس، لأن تنفك إلى كوزين كوزين ناقص ساين ساين، هاي كوزين 2 إكس، وهذه بنفكها بحافظ على الكوزين وبعوض عن هذه واحد ناقص، بتصير عندك 2 كوزين تربيع إكس ناقص واحد، لو حفظت هذا وعوضت عن هذا تصير واحد ناقص 2 ساين تربيع إكس. ومنها الكوزين تربيع إكس لحالها هذه، انقل الواحد غاد بتصير واحد زائد كوزين 2 إكس على 2، هذه انقليها هان وهذه وديها غاد بتصير ساين تربيع إكس بتساوي واحد ناقص كوزين 2 إكس على 2، واللي بكامل هذه بكامل هذا. أيام ما قلنا لكم للسهولة الكوزين مغاوزة مع قريبتها بالموجب أعطتها الإشارة صح؟ الساين، وبالتالي بدي كامل ساين تربيع بكامل هذا المقدار. طب هذا المقدار بدي كامله لما بدي أكامل هذه دي إكس بكامل هذه دي إكس، النص بيطلع برا في الأول، إيش بضل عندي؟ واحد ناقص كوزين 2 إكس دي إكس، الواحد إيش تكامله؟ إكس. طب كوزين 2 إكس مش قلنا تكامل كوزين، عشان كوزين كي إكس دي إكس بتساوي واحد على كي في ساين كي إكس زائد سي ولا لا؟ وقلنا لكم كتبوها في بداية الشبطة ده مظبوط ولا لا؟ نفس الكلام يبقى هذه سهلة أكملها، ولو كانت كوزين تربيع سهل أكملها. طب لو أجن تنتين مع بعض في كوزين إكس دي إكس طبعا تربيع، طب لو ما فيش تربيع على الفكرة اللي غير هذه مشتقة مين؟ ساين، بفرض يو ساين يبقى يو تربيع ديو وبخلص. طب هان لو كان تربيع بدي عوض من المتطابقتين هذول التنتين. طيب قبل ما أكمل أنا لما قلت هانا خليكم معي، كوزين تربيع إكس بتساوي واحد زائد كوزين 2 إكس على 2، نبهنا لإيش؟ إنه كوزين تربيع 2 إكس واحد زائد كوزين هذه ضعف هذا صح؟ أو اللي هان نص هان، لو قال لي ساين بحط برضو هان بس بالناقص، الزاوية اللي هان نص اللي هان تمام؟ نصها أو اللي هناك ضعفها، وبالتالي هذا لما يقول لي هان بقول له هذا عبارة عن تكامل واحد ناقص كوزين 2 إكس على 2 في واحد زائد كوزين 2 إكس على 2 دي إكس صح؟ تعويض 2 في 2 ربع، أيوة 4، بطلع برا بإيش؟ بطلع برا هاي يساوي هاي الربع، ضل عندي هذا مش تحليل الفرق بين مربعين، صارت ربع في تكامل واحد ناقص كوزين تربيع 2 إكس كله دي إكس، عشان هيك كتبت لكم هذه أنا صح؟ ده كامل هذه محلول هاي مثال رقم 3 ما فكناش، عوضنا عنهن، هذه عوضنا عنها من القاعدة وهذا عوضنا عنها صح؟ واثنين مع اثنين ما عشان تبعوا هذا، عشان هيك الواحد يخلي الحل الكامل، طلعنا الاثنينات برا، هذا صارت فرق من مربعين، تكامل الأولاني هاي الربع في الأول تكامله إكس ناقص كوزين تربيع مش هتزبط معي صح؟ بدي أخليها زي ما هي، بقدر أقول يساوي ربع في تكامل واحد دي إكس ناقص ربع في تكامل كوزين تربيع 2 إكس دي إكس، أفكينا من هذه. الحين هذه القصة هان بدها تساوي ربع إكس صح؟ ناقص ربع في تكامل هذه من هان واحد زائد كوزين 4 إكس على 2 دي إكس، الاثنين بطلعها برا تيجي تمن واحد بإكس، وهذه ربع كوزين ساين 4 بسيط. هذا هو، عليكم السلام، الله يعافيك، اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اوكي هاي فكره الحل، هاي عندنا اكزامبل 3 على نفس الفكره، اكزامبل 3 بس ساين تربيع كوزين اس 4 مش هتفرق عندي خالص، انا قصدي هنا ايش ما يطلع عندي اسس، ايش ما يطلع عندي الرقم هان ماشي حاضر. هانا
ما بقدرش هذا ما فيش فيهم أس فردي اللي أخذ واحد أحطه جنب الدي إكس. التنتين زوجيات بضطر أعوض من المتطابقة. المتطابقة اللي بتقول لي كوزاين تربيع إكس بتساوي واحد زائد كوزاين 2 إكس على 2 صح؟ وساين تربيع إكس تساوي واحد ناقص كوزاين نفس القاعدة بس بالناقص. واتفقنا إنه الزاوية اللي هان نص الزاوية اللي هان كويس؟ ها؟ طيب لا مش هتزبط. لما يصير عندي هنا ساين تربيع في كوزاين في كوزاين كويس. طيب الان بالراحه الان كوزاين في دي اكس مشتقه الساين. طيب فرضنا اليو ساين يبقى صارت هذه يو تربيع واللي هان ديو. طب الكوزاين لحالها ايش بدي افرضها؟ بقدرش اجيبها بدلاله الساين. لو عليها تربيع بمشي لكن كوزاين لحالها لا. ماشي الحال؟ وبالتالي هنا احنا نضطر يا اذا فردي محلوله زوجي على المتطابقه هذه. طبعا هذا المثال مش هو نفس مثال ثلاثه، فكره قريبه. هنا تربيع وهنا تربيع بدي اعوض بالقاعدتين هذول كويس من المتطابقات. يبقى حيسوي لي تكامل واحد ناقص كوزاين 2 اكس على 2 في جوز في واحد زائد كوزاين 2 اكس على 2 كله دي اكس. 2 في 2 بطلع الربع برا، بضل عندي تكامل هذه في هذه. لما اقول A ناقص B في A زائد B هي في الواقع تحليل فرق بين مربعين، صح؟ يبقى مربع الأول ناقص مربع الثاني، مربع الأول 1 ناقص مربع DX كله DX. الآن بدي أكمل هذه وأكمل هذه. بقدر اوزع التكامل عشان هذه سير وهذه بدها كمان شغل. يا ستي خليها زي ما هي من غير ما توزع. هاي ربع تكامل، هاي واحد ناقص هذه خذيها من القاعده اللي هان. بس هان عندي ايش؟ هذه نص هذه. لما تصير هذه اثنين تصير هذه اربعه. يبقى بدي احط مطرحها قوس طبعا واحد زائد كوزاين اربع اكس على اثنين دي اكس من غير ما اوزع التكامل. هاي سكرنا القوس المربع يساوي ربع في تكامل تكامل هذه نكملها على طول ونفك هذه كيف؟ لا في نص في اثنين في اثنين. أنا بدي أخليها زي ما هي. يا ستي هاي قوس واحد ناقص نص ناقص كوزاين أربعة إكس على اثنين بنفع هيك؟ واحد على اثنين وهذا على اثنين وقبل الناقص صارت ناقص ناقص. واحد ناقص نص نص موجب نص موجب واحد اسمه نص نص بطلع نص مظبوط بطلع نص. وبالتالي حيطلع عندي هنا بنحسبها. أنا قلت بقول الفكرة على طول وبنخلص السكشن ننقل على بعده كنت لزق وفيش فائدة. بيساوي ربع في هذول نص مظبوط اللي هي نص نص ناقص نص في كوزاين 4 اكس بس مظبوط دي اكس. الان بدي ابدا اكمل اخذ النص برا اخذ النص على المشترك برا تمن في تكامل كثير صار ها كثير صار كثير صار. المهم ممكن هذه الخطوة تجيبوها من هنا مباشرة أو من هنا تعملوا هيك بمشي الحال. بتساوي تومون في إكس ناقص ربع ساين أربعة إكس زائد نعم تمام. يمكن كتر الكلام بنسي مجرد ما عوض عن هذه هنا فكت القصة خلص. الباقي زياد زي ما بدك. بدك تختصري في الخطوات بهمش، بدك تزودي بهمش بس اي نعم. طيب هنا عندنا احنا لو طلعنا على في الكتاب عندنا ساين تربيع وكوزاين اس 4 ساين تربيع وكوزاين اس 4 الكوزاين اس 4. طب نكتب من شمال لليمين بس عشان اس 4 هنا بس هو حيصير حل طويل. طب اسيبه لكم تقروه في الدار
وتشوف اذا اي حاجه مش واضحه بنفصل لكم اياها على الاخر. كل شيء انا حتى اللي بلزم عامله على على الجنب نفس الكلام بس مرتين بالضبط. اوكي eliminating square roots التخلص من الجذور التربيعيه برضو بدي اعتمد على المتطابقه اللي هم هنا اعتماد على المتطابقه الموجوده عندي. يعني زي المثال 4 eliminating square roots example بقول لي evaluate تكامل من 0 لباي على 4 للجذر 1 زائد كوزاين 4x dx. مجرد بشوف هذه 1 زائد على الكوزاين تربيع لها علاقه بهذه لها علاقه فيها كويس عشان هنا 4x يعني بدها تكون هنا 4 بدها تكون هنا 2 صح على الهامش على الهامش بقول كوزاين تربيع 2x بتساوي 1 زائد كوزاين 4x على 2. طبعا هل فيش 2 بضرب 2 هنا صح اعتبر هذا على 1 يبقى بصير 2 كوزاين تربيع 2x تساوي 1 زائد كوزاين 4x. يبقى عوضي يبقى هذا بيساوي تكامل من 0 لباي على 4 ل 2 في كوزاين تربيع 2x مباشره وكتبنا هيك مباشره من الحل وما ننساش الدي اكس ايوه هذه بتتوزع الجذر صح بتساوي تكامل من 0 لباي على 4 لجذر 2 في ابسوليوت كوزاين 2x صح دي اكس من 0 لباي على 4 في الربع الاول من 0 لباي على 4 صح يعني من 0 ل 45 في الربع الاول يبقى هذه بتساوي لنا هاي جذر 2 في تكامل من 0 لباي على 4 لكوزاين 2x دي اكس. ايش تكامل هذه يبقى جذر 2 على 2 ساين 2 اكس من 0 لباي على 4 تساوي هاي جذر 2 على 2 في ساين 2 2 في باي على 4 باي على 2 ل 90 ساين 90 بتصير ساين الباي على 2 ناقص ساين الصفر صح ساين الصفر بصفر وساين 90 بواحد حافظينها ساين التسعين احنا صح من الزوج المرتب هنا كوزاين وهنا ساين صح للتسعين يبقى ساين التسعين بواحد تطلع جذر اثنين على اثنين في واحد ناقص صفر وتساوي جذر اثنين على اثنين وهذه برضو ممكن اعملها واحد على جذر اثنين صح بضرب في جذر اثنين على جذر اثنين البسط والمقام جذر اثنين على جذر اثنين جذر في الجذر باثنين بتروح مع اثنين بضل الجذر تحت ما علينا طبعا بنخليه هيك بكون افضل لسه هاي مع هاي القصد بالتخلص من الجذور التربيعيه اني اعوض عنها بمتطابقه مشابهه إن... نعم الافضل هذا بسموه في العدديه اذا بتتذكروا حاجه اسمها انطاق المقام صح يعني نجعل المقام عدد صحيح او عدد نسبي الجذر عدد غير نسبي هيك بكون افضل بكون احسن نعم يعني مقسم واحد جذر اثنين ما علينا هذيك احسن خلاص اوكي اوكي اثنين كله كويس اولاد ناس طيب نشوف اكزامبل 5 انتجرالز اوف باورز اوف تان اند سيك تكامل التان الان احنا كل اللي بنحكيه من الصبح على الساين والكوزاين طب لو كان تان لو كان كوتان لو كان سيك طبعا ما يقال عن التان يقال عن الكوتان ما يقال عن السيكنت يقال عن كوسيكنت يبقى احنا ناخذ افكار على التان والسيكنت وبعدين الباقيات كل قصتها اشاره في الاشتقاق فقط لانه نفس القواعد تقريبا او نفس افكار القواعد ببخ سواد يا لطيف انا انه منظر مش حضاري بس بدنا نسوي ايش بقول المثال evaluate تكامل tan اس 4 x dx tan اس 4 طب انا ايش حافظ علاقه يعني علاقات في التكامل علاقات في التكامل في التكامل فهمتوني غلط انتم ما قلتش متطابقات
أنا عندي تكامل سك تربيع إكس دي إكس بساوي تان إكس صح؟ زائد ثابت. عندي تكامل تان إكس نفسها دي إكس لن أبسلوت المقام مزبوط ولا لا؟ زائد سي كمان إيش؟ إيش؟ لا هذه البسط البسط ساين البسط مش مشتقة المقام بالضبط صح اللي هي ممكن نحطها لن واحد على أبسلوت السك مزبوط صحيح. المهم الآن هنا الفكرة إني بدي أجيب حاجة فيها سك تربيع. طب التان أس أربعة هذا ما هي عبارة عن تان تربيع إكس في تان تربيع إكس مزبوط دي إكس بدي أعوض عن هذه أو عن هذه بسك تربيع ناقص واحد في تعديل طبعا لأنه هنا كانت مشطوبة شايفين أنتم في فراغ بين الكتابة واليساوي صح؟ يعني باقي ماسحه بالتبكس عشان أعدله وناسي أكمل لكم إياها. هذه بتنحط على الصورة التالية هذه بتساوي تكامل هذه من المتطابقات اسم المتطابقات عندكم واحد زائد تان تربيع إكس بتساوي سك تربيع إكس. طب بدي التان لحالها بنقل الواحد يبقى هذه سك تربيع إكس ناقص واحد في مين في تان تربيع إكس دي إكس هذه اللي مش مكتوبة لا هي ولا هذه صح؟ بدي اكتبوها عندكم على الكتاب صفحة 65 مكتوبة. طب ممتاز عندي أنا غير أنا كتبتها برصاص يبقى عندي أنا طبعة قديمة أوكي أيوة مكتوبة عندكم تمام. الآن بدي أفك القوس إيش بصير تكامل هذه في هذا أنا بدي أحط التان تربيع إكس في سك تربيع حد عارف ليش مع إنه لو قلت سك تربيع في تان تربيع ما مش الحال ليش حطيتها هيك عشان تكاملها تان تكاملها تان لو أنا وزعت التكامل وحطيتها أنا دي إكس صارت هذه مشتقة التان يبقى تكملها تان تكعيب على ثلاثة وخلاص لو فرضت هذه بيو بتكون هذه بيو صح؟ عشان هيك أنا حطيت ما قلت السك تربيع في تان تربيع لا خليت السك تربيع لورا مش هتفرق طبعا في الحل لكن أنا بس للتنبيه لسه ما كملتش ناقص تان تربيع إكس كله دي إكس. طب ما هي التان تربيع بقدر أفكها من هنا برضو التان تربيع إكس بتساوي سك تربيع إكس ناقص واحد هذه تكملها تان وتكملها إكس يعني هذه التانية برضو مقدور عليها وهذه جاهزة يبقى الآن بقدر أوزع التكامل بدي أوزع التكامل يساوي تكامل تان تربيع إكس سك تربيع إكس دي إكس ناقص تكامل بدي أحطها بالمرة ومحدش يسأل كيف صارت هيك هذه واضح أنها هذه بتساوي هذا صح؟ أكيد هنا ممكن افرض يوم ممكن افرضها يوم ممكن بمشي الحال لانه بنفع للتنتين كمان بنفع لها لو قلنا هان في الهامش لت يو بتساوي تان اكس يبقى دي يو سك تربيع اكس دي اكس يبقى الانتجريشن تبعنا حيساوي تكامل تان تربيع يو تربيع يو تربيع في دي يو ناقص ناقص تكامل وهذا ملهاش في الفرض بدي اوزعها بس اللي هي بدي اوزع التكامل هذا على السك وعلى الناقص واحد وفي ناقص برا اذا يصير ناقص سك تربيع زائد واحد يبقى ناقص تكامل سك تربيع اكس دي اكس زائد تكامل واحد دي اكس طبعا مش شرط يكون نفس المكتوب عندي ايش بيطلع عندي يو تكعيب على 3 ناقص تكامل دي يو زائد هنا دي اكس هنا ما فيش فيها وهنا اكس صح زائد سي بنحطه في الاخر بتصير عندي يو تكعيب على 3 الواحد يو زائد اكس زائد سي يا لطيف يو اكس رجعوا يو لاصلها صارت تان تكعيب اكس
على 3 ناقص تان اكس زائد اكس زائد ديو. انا من هذا من الفرض تكامل السلك التربيع مباشرتان بنفع صح يكون اريح كثير عادي مش غلط بالضبط حل كثير زياده احنا ايش ما يجي خلص بنكتب ناقص تان اكس زائد اكس زائد سي ونرجع الاولى اصلها تمام بنرجع هذا الاصل بيرجع لنا بنفس الصوره اوكي المثال اللي بعده اللي هي في حدا عنده اي سؤال تان اس 4 فكها تان تربيع وتان تربيع واحد في سك تربيع ما فيش داعي شوفوا لو حولت هذه سك تربيع ناقص واحد بقول هذه كمان سك تربيع ناقص واحد ما استفدتش بعقد السؤال بصير الحل اطول هذه اهميتها ان لما اضرب التان تربيع في سك تربيع بتكون هذه مشتقه التان تربيع مظبوط او تكامل التان تربيع ما حدش يفكر انه يعملها قوسين في بعض بس الان تكامل سك تكعيب تكامل التكامل بالاجزاء التكامل بالاجزاء حاولت اكثر من مره اني اخذ سك عشان قال كلام فاضي هي سك لحالها مش شغل انا بدي اخذ سك تربيع احط سك تربيع جنب الدي اكس طب هذه مشتقه او مشتقه التان طب والسك اللي بتضل لحالها تعمل لي قصه صح فهذه بنحل بالتكامل بالاجزاء انتجريشن باي بارتس ومن النوع لو حفظتوها فكرتها يعني بالذات السك تكعيب هذه من النوع اللي بيظهر كمان مره في الطرف الايمن تتذكروا المحاضره فاتت لما اخذنا ايوه لما طلع كملنا اللي هي الاي اس اكس في ساين اكس اللي ما لا ينتهي بالاشتقاق مظبوط ولا واحده فيه فبيظهر عندي في الطرف الايمن وبعود بنقول ايوه نفس الفكره بالضبط فانا الان عندي تكامل سك تكعيب اكس دي اكس بقدر اكتبها تكامل سك تربيع اكس في سك اكس دي اكس او سك في سك تربيع مش مشكله الان مين من هدول طبعا الان انا بدي احطه على صوره تكامل يو دي في يساوي يو في ناقص تكامل في دي يو الان مين اليو ومين الدي في اليو مش مشكله لانه اي اقتران فيه بقدر اشتقه لكن مين اللي اقدر اكمل بقدر اكمل السك تربيع مظبوط يبقى انا بقول ليت يو ايش بتساوي عشان بدي اشتقها سك اكس والدي في بدي تساوي سك تربيع اكس دي اكس صح من هنا في ايش بتساوي تان اكس ومن هنا الدي يو بتساوي سك اكس تان اكس دي اكس صح يبقى الان التكامل يو دي في تكامل بالناقص يبقى الانتجريشن حيساوي تكامل حيساوي يو في في اللي هي سك اكس تان اكس ناقص تكامل هادي في هاد تان تربيع في سك صح تان تربيع اكس سك اكس دي اكس صح هيك طيب احنا نيجي للمقدار الثاني التان تربيع لو انها سك تربيع كان فكت بس سك هادي بقدر افكها سك تربيع ناقص واحد صح سك تربيع سك تربيع لما اضربها في السك سك تكعيب بيكون على الشق مظبوط ولا لا وبالتالي هنا انا بطلت اكتب اي عشان تضلها واضحه للعيان سك تكعيب اكس دي اكس يبقى هنا تساوي سك اكس تان اكس ناقص تكامل سك تربيع اكس ناقص واحد في سك اكس دي اكس نوزع هذه بصير عندنا سك اكس تان اكس ناقص تكامل سك تكعيب اكس ناقص سك اكس كله دي اكس لازم احط هذا القوس الان ده وزع السالب بصير سالب هاد زائد هاد مظبوط السك عارفين التكامل تبعها سك لحال
تكامل سك اكس عارفين دي اكس قلنا بنضرب في سك زائد تان صح على سك زائد تان بصير لن المقام مظبوط. هذا قلنا مباشره قانون نعتبره بعدين نحفظه ونطبقه قانون ما فيش داعي كل مره استنتج واضرب البسط والمقام. يبقى هنا ايش حيساوي عندي؟ بده يساوي اللي هي تكامل سك تكعيب معلش اكس دي اكس بده يساوي سك اكس تان اكس ناقص تكامل سك تكعيب اكس دي اكس ناقص في ناقص يصير زائد تكامل سك اكس دي اكس. هذا بدنا نوديه على الشقة اللي هاد بصير عندي 2 تكامل سك تكعيب اكس دي اكس بيساوي سك اكس تان اكس زائد لن ابسوليوت سك اكس زائد تان اكس لسه يبقى تكامل سك تكعيب اكس دي اكس بيساوي نص هاد زائد نص في اللن وهو المطلوب. طب ممكن نحط النص فوق الابسوليوت وخليها جذر؟ لا لا عند الهام معي واللي تحته بدناش يعني برودكتس اوف ساينز اند كوساينز انسوا هاي ماشي. هاي نهايه السكشن. بالتالي الافكار هي الاصل. لو اطلعت على فكره الحل بكون السكشن كله خلص. مثال 7 والقوانين تبعته هذه ماشي. بعدين انا حليت تبعت سكشن 7-6 اخذ 19 صفحه فبدا اعطي مش عارف اعطيكم اياهن ولا صورها بعدين كتار بكون ما فيش داعي. طبعا محلولات عندكم بس انا بحل بشويه تفاصيل او حلول اخرى ممكن غير عن الحل في الكتاب. فاللي بتتغلب في سؤال ممكن تقول لي ببعث لها الحل السؤال ان شاء الله. نروح لسكشن 8-3 تريجنومتريك سبستيوشنز. معنا وقت كتير لسه صحيح. وزي ما عملت لكم في السكشن هذا والسكشن هذا تقريبا يعني نص ساعه وخمس دقائق 10 دقائق بعطيكم الفكره بس بتلاقوا الموضوع فريره بمشي دغري بمشي بسهوله بجد بس نفهم الفكره. هي الرياضيات افكار اكثر منها حفظ. الان نروح ل العنوان تريجنومتريك سبستيوشنز بدل انتجرالز سبستيوشنز. التعويض المثلثي. التعويض المثلثي سبستيوشن. طيب نبدا بنعدلها بالتبكس اوكي. طيب اعطيكم الفكره زي ما بدينا قبل شويه. ابدا من حاجه احنا عارفينها. احنا بنعرف المتطابقات تبعت ساين تربيع اكس زائد كوزاين تربيع اكس تساوي 1 صح. 1 زائد تان تربيع اكس تساوي سيك تربيع اكس وفي 1 زائد كوتان تربيع بتساوي كوسيك تربيع. هذول احنا الكويسات عندنا كويس. الان هذه استخدامها الصوره التاليه. بدي ساين تربيع بديش ساين. انا بفضل دائما اشتغل مع الساين لانه مشتقتها بالموجب بكون افضل صح. لما يلزم الاشتقاق بشتق بالساين. فانا عندي 1 ناقص ساين تربيع اكس ايش بيساوي؟ كوزاين تربيع اكس. حلو الكلام. لو اجاني سؤال في حل وقال لي 1 ناقص ساين تربيع اكس ايش بصير؟ جذر كوزاين تربيع بيطلع عندي ابسوليوت كوزاين تربيع. ودائما بنحط شروط انه كوزاين اكس ابسوليوت. فدائما بنحط شروط انه الابسوليوت ينفك بالموجب دائما. ايش اقول عاده دائما بنحط بالصوره. المهم لما يجيني بالصوره هذه تمام. طيب خلي هذا عشان بعدين بنكمل عشان ناخذها مره واحده. الان 1 زائد تان تربيع اكس تساوي سك تربيع كمان تان تربيع اكس
بتساوي سك تربيع اكس ناقص واحد، صح؟ طيب الان انا بدي اهتم بهذا الشكل واهتم بهذا الشكل وهذا الشكل اللي فيه واحد، الصيغه اللي فيها الواحد. تصور لو هذه اجت تحت الجذر، ما هي الجذر فكت، راح الجذر، مزبوط. لو هذا اجى تحت الجذر بيجي هذا بداله، راح الجذر. لو هذا اجى تحت الجذر بيجي هذا بداله. حلو الكلام. فانا مجرد ما اشوف في عندي سؤال زي هيك، طبعا ممكن يعني استميحكم عذرا، ما المفروض انا ما بدي اعمل بدل الاكس بس عشان نتعود على المنظر اكثر من مره، لانه احنا تلقائي بنكتب الاكس، صح؟ ساق الله ايام ما كنا نتعقد من الاكس واحنا نكتب السين والصاد والابصر اول سنه. بدي احط ثيتا، تمام؟ يبقى هنا ثيتا وهنا ثيتا، تمام؟ تصور لو اجاني هنا قال لي واحد ناقص اكس تربيع تحت الجذر، هذا بيشبه مين من اللي انا محوط عليهن؟ واحد ناقص ساين تربيع. في شيء واحد ناقص في التنتين اللي ضايلات، واحد ناقص هي الساين تربيع. فانا بدي اخذ الاكس وافرضها ايش؟ ساين الثيتا. عوضي هنا ايش صارت؟ واحد ناقص ساين تربيع ثيتا اللي هي كوزاين ثيتا، برا الجذر مباشره، وبتفك القصه. حلو الكلام. طيب افرضي، نعم ها بديش ارجعها، انا بدي اكمل الحل عليها. هذه بدايه، هذه فكره الحل. هذا بيشبه مين؟ على القاعده اللي عندي. يبقى الاكس انا افرضها ساين ثيتا، بدي ارجع مين؟ في الحل النهائي بيطلع الجواب دلاله ثيتا، بدي ارجعه بالاكس، صح؟ اوكي. طب من هان الثيتا ايش بتساوي؟ ساين انفرس اكس. خذ الساين انفرس للطرفين، اصلا خذ الساين انفرس للساين، لساين ثيتا بروح مع ثيتا، مزبوط. وهذا الكلام بذكرنا في مين؟ انا ما كنتش داخل فيه، بس اخش في الفكره الرئيسيه وبعدين ادخل في التفاصيل، خلي بعدين نرجع لها، كويس؟ تبعوت الساين انفرس، الفتره من ناقص باي 2 لباي 2 في الكوزاين من صفر لباي، وهكذا بعدين في الشروط هذه بندخل. المهم انا عندي هيك، لما يكون الجذر واحد ناقص شيء تربيع يبقى بيشبه واحد ناقص ساين تربيع، يبقى الاكس هي الساين، تمام؟ تصور لو كان عندي في الجذر 4 ناقص اكس تربيع. طيب خلي الأربعة شقة، الآن هذا بيشبه مين؟ نفسها. فأنا بدي أروح آخذ الإكس بتساوي جذر هذه قديش؟ 2 في الساين اللي أنا حافظها. جذر هذه 2 في الساين اللي أنا حافظها. الآن الإكس تربيع إيش صارت؟ 4 ساين تربيع. الإكس تربيع أنا متعود هنا. فبصير عندي جذر 4 ناقص إكس تربيع تساوي جذر 4 ناقص 4 ساين تربيع ثيتا. باخذ الأربعة من المشترك بطلعها برا ب 2 جذر كوزاين تربيع ثيتا اللي هي 1 ناقص ساين تربيع، تطلع 2 أبسط. هيك بكون خلصت من الجذر. وضحت الفكرة؟ فكرة مش واضحة. ماشي الحال. الآن السؤال أعطاني 4 ناقص إكس تربيع. الأربعة هذه اعتبريها إيه؟ تربيع. ثابت. عدد. بقول ما دام عدد، انا هذا الواحد هنا، الواحد هذا او هذا او هذا هو ثابت، مش مشكله لما يكون 5 10 17، مش مشكله، مش لازم يكون مربع يعني زي ما حطيت 4، انا لو كان 3 فيش مشكله. المهم عدد ناقص مربع الاقتران. فانا عندي عدد، اقول لك لو كانت 3، لو كانت 3 هو عدد ناقص مربع الاقتران، عصوره الواحد ناقص عصوره الشكل هذا، يبقى هذا بيعطيني افرض الاكس ايش؟ اللي هي على الصوره اللي عندي اللي هي الساين. ايوه 100%، حطي جذر الثلاثة. جذر هذا بدي احطه هنا. انا كنت قايل 4. بس؟ لا لا ثابت، المهم ثابت، لو حطيتها يو ولا غربين، لو قلت اليو ثابت بمش الحال. انا مش من بعض، انا بقى احيانا وانا بكتب يو بكتب 4 هيك. المفروض نعمل 4 هيك ولا كيف؟ ما علينا مش مشكلة. الآن أنا عندي نرجع لهاي الثلاثة، هذه بدها تكون بالساين، خذي جذر هذه في الساين، ساين ثيتا. الآن عوضي واحد أربعة، بلاش أربعة، صار عندي مين؟ جذر
الثلاثة ناقص إكس تربيع بتساوي جذر ثلاثة ناقص ربع هذه ثلاثة ساين تربيع ثيتا. إيش بأخذ جذر على المشترك؟ ثلاثة برجع عندي جذر الثلاثة بجذر واحد ناقص ساين تربيع ثيتا. ارجعنا لهذه اللي هي بتصير جذر الثلاثة في أبسليوت كوزاين ثيتا. ودائما وين الكوزاين موجبة؟ وين الأول والرابع؟ هتلاقوا الشرط تبعنا إنه ثيتا تقع ما بين سالب باي على اثنين أقل أو يساوي ثيتا أقل أو يساوي باي على اثنين. طب هذا الشرط تبع مين؟ تبع الساين. سنة 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 افتحوا على صفحة أقول لكم لازم يكون حافظينها صفحة 28 في الجدول. أيوة متذكرين؟ أذكركم فيهم بذكركم فيهم على السريع. أيوة اللي بيقرب من الساين واللي بيقرب من الكوزاين. الساين من سالب باي على 2 لباي على 2 مغلقة والكوزاين من صفر لباي مغلق. بعد هيك التان بسطها ساين تقرب للساين يبقى من سالب باي على 2 لباي على 2 مفتوحة. الكوسيكنت نفس الفترة من سالب باي على 2 لباي على 2 بس غير معرفة عند الصفر اللي في نص الفترة. بصير سالب باي على 2 مغلق والصفر مفتوح اتحاد من صفر مفتوح إلى باي على 2. نيجي للكوزاين، الكوزاين من صفر لباي مغلق. الكوتان من صفر لباي مفتوح. السك من صفر لباي بس في النص غير معرف عند الباي على 2 باخدها من صفر مغلق لباي على 2 مفتوح ومن باي على 2 للباي. تمام؟ احيانا ما لما اقول من صفر لباي على 2 هي الربع الاول والربع الاول كل الدنيا موجبه فيه، فانا عاده ممكن اخذ الشرط انه حسب هذا الكلام. انا الان لما فرضت هذا الكلام عارف ان لما اطلع الثيتا بدلاله اكس هاخذ الساين انفرس، يبقى الشروط تبعتها هتكون ما دام ساين خذوا شروط الساين اللي في الجدول. ايش هاخذ ثيتا؟ من هنا من اول خطوه مش هان بكتبها هان ثيتا ما بين الباي على 2 او سالب باي على 2 وباي على 2 هيك باخذها دائما من بدايه الحل. تمام؟ يبقى انا الفكرة عندي إنه عدد ناقص إكس تربيع في الكتاب بديل بإيش؟ جذر A تربيع ناقص إكس تربيع على مين هذه؟ عدد ناقص يبقى إيش هروح أعمل؟ الآن هذه الصورة العامة والبقيات نفس الفكرة. بدي أفرض إكس هي جذر هذه A ساين ثيتا والشرط سالب باي على 2 أقل أو تساوي ثيتا اقل او تساوي باي على 2. تمام؟ بعدين بنكمل بيطلع عندي ايش؟ جذر الاي لا ايه حتى بتطلع ابسلوت ايه بيطلع عندي جذر اي تربيع ناقص اكس تربيع بيطلع جذر اي تربيع ناقص اي تربيع ساين تربيع ثيتا بيطلع ابسلوت ايه تجاوزا. وعاده هو بحط لي عدد هنا تربيع يبقى موجب اكيد. مثلا لو كانت 4 باخذ الاي ب 2 موجب ولا سالب؟ موجب. هي 2 انا ماخذها الاي ب 2 يعني موجبه يبقى الابسولوت تبعها موجب الحاله بهنا تطلع لي اي مباشره. انا بفرضها بقيمه موجبه من الاصل اي بتساوي 2 اي بتساوي جذر 3 اي بتساوي نص يبقى موجب ولا لا؟ يبقى الابسولوت تبعت هذا هي نفسها مظبوط. وبالتالي تطلع اي في جذر 1 ناقص ساين تربيع ثيتا تطلع اي في ابسولوت كوزاين ثيتا حسب الشرط اللي عندي تطلع اي كوزاين ثيتا. تمام؟ هذه فكرة الجذر الأول. هاجي الآن لفكرة الجذر الثاني. لو كان عندي على قدامي لو قال لي واحد زائد تان تربيع ثيتا صح؟ طب لو قال لي واحد زائد إكس تربيع إيش بفرض الإكس؟ تان ثيتا صح؟ طيب لو كانت جذر اي تربيع زائد إكس تربيع بفرض الإكس اي بقول عدد زائد على الصورة هذه يبقى هذه التان مباشرة. أنت بس حط الثلاث مطابقات قدامك بتلاقي لحاله الفرض بيجي. خذي جذر هذه في تان ثيتا. إيش شروط التان؟ اللي هو من صفر لباي صح؟ التان من قرايب الساين مظبوط؟ حطيناها هيك. هاي الإكس إذن A تربيع زائد X تربيع تحت الجذر بتساوي جذر A تربيع زائد A تربيع تان
تربيع ثيتا تساوي خذ ايه عامل مشترك تطلع برا في واحد زائد تان تربيع ثيتا اللي هي ايش سيك تربيع صارت ايه في الجذر سيك تربيع ثيتا اللي هي تصير ايه في ابسوليوت سيك ثيتا الثيتا عند هذا في اي ربع الاول او الرابع والسيك بنت عم الكوزاين السيك مقلوب الكوزاين يبقى موجب هتطلع لي ايه سيك فعادة زي ما قلت لك الشروط اللي بنحطها بتضمن لي هنا ايش موجب واضح الفكرة الثالثة اللي هي ايش اكس تربيع ناقص اي تربيع يبقى حفرض اكس تساوي اي هذه محل مين محل السيك صح يبقى الاي سيك ثيتا وبنكمل هذه بتاخذ السيك لها شرطين يا في الربع الاول يا الرابع السيك قريبة مين الكوزاين اللي هي من صفر لباي صح فبتيجي من صفر لباي على 2 مفتوحه اتحاد باي على 2 لباي حسب الاقتران اللي عندي انا عدد لو اخذتها في الربع الاول بكون احسن وخلص بنحط الشرط هذا تبعنا على اساس انه الابسوليوت تطلع لي بالموجب وضحت هاي فكره الحل تبع الان بتاخذ الامثله وحل واللي عندها سؤال ما تسالش لان اللي عندها سؤال تسالها الشروط عشان هيك انا ايام ما شرحنا سيكشن 7 6 بدايه الانفيرسز قلت لكم في الجدول هذا الكلام بلزمنا لاحقا هاي الشروط هاي وصلنا لاحقا ها صح الشروط شيء انت بتكتبيها انت في الحل انا بقول لك اوجد التكامل التالي وخلص بدك تكون حافظاها من الجدول هي كلها الساين والكوزاين سالب باي على 2 لباي على 2 ومن صفر لباي يا بتاخذيها كلها يا بتجزئيها مع التان والكوتان بتجزئنش بتصير مفتوحه بس ومع السك والكسك بتجزئيهن بال بال بالزاويه اللي في النص في نص الفتره المساحه خربت الدنيا كلها نشوف طبعا كل الدش هذا على الكلمتين اللي انا حكيتها وهي ملخص لك اياها بالعربي كمان تمام كون كلامك كويس نشوف الاكزامبل الاول ايفالويت اكزامبل أربعة زائد ما مرش عندنا حاجة زي هذا قبل هيك سابقا مر علينا حاجة اسمها تكامل دي اكس على أربعة زائد اكس تربيع تبعت ايش تان انفرس وهذا ايه صح واحد على اثنين في تان انفرس اكس على اثنين مظبوط المهم مرت عندي بدون جذر صح ولو كان جذر دي اكس على جذر أربعة ناقص اكس تربيع الساين انفرس ما هي عصام هي هتنشغل انشغل احسن صح إيه؟ لكن قصدي مع الجذر ما مرت شيء يكون موجب يبقى هنا غصب عنا على اللي هي التريجنومتريك سبستيتيوشنز ايش الفرض الان بده يكون السوليوشن بذكرني في مين واحد زائد تان تربيع يبقى هذا تكون تان واحد زائد تان تربيع صح يبقى هذا تان يبقى بدي اقول ان هان ليت اكس بتساوي ايش جذر هاد؟ 2 تان ثيتا ايش الشروط تبعت التان؟ سالب باي على 2 اقل من ثيتا اقل من باي على 2 تمام؟ اكس اذا جذر 4 زائد اكس تربيع بيساوي جذر 4 زائد 4 تان تربيع ثيتا ويساوي جذر 2 برا 1 زائد تان تربيع ثيتا ويساوي 2 على طول ولا نكتب جذر سك تربيع نكتب جذر سك تربيع طبعا تختصر بكون افضل واضح الحل بكون بس في ناس تسال من وين هذا جت هذا متطابقه صح بتصير عندنا 2 ابسوليوت سك ثيتا ولانه احنا في الربع الاول والرابع هذا موجب بتطلع لنا 2 سك ثيتا تساوي 2 سك ثيتا نرجع للانتجريشن تبعنا ما جبناش الدي اكس ما اشتقناش طيب قبل يبقى هنا بنقول also أو we have dx بتساوي 2 sec تربيع ثيتا دي ثيتا مظبوط ولا لا؟ مشتقة التان sec تربيع ولا غلطان مظبوط؟ من كثر ما حكيت يعني بدل واحد ها تا
التركيز يخف. الآن باجي بقول الانتجريشن نكتبه هان خلاص. هذه الانتجريشن بيساوي تكامل دي اكس 2 سك تربيع تيتا دي تيتا مظبوط بدل دي اكس على هذه ما هي جاهزة على 2 سك تيتا بيساوي الاثنين مع اثنين والسك مع السك بيطلع عندي تكامل سك تيتا دي تيتا بيساوي لن أبسليوت سك تيتا زائد تان تيتا زائد سي. الآن سلمني نضيف أسلمك نضيف مظبوط أعطيني بالإكس بدي أسلمك بالإكس الجواب مش بالثيتا. الآن بدي أرجع للفرض تبعي الأصلي. الآن أنا عندي بدي أقول يساوي وأعوض بالإكس لحالي في الهامش بقول أنا عندي إكس بتساوي 2 تان ثيتا. هاي خلينا في الهامش هذا هامش إكس بتساوي 2 تان ثيتا عشان الناس اللي بتصور يبقى تان ثيتا لحالها تسوي لي إكس على 2 صح؟ قسمها 2 طيب على مثلث قائم الزاوية هي الثيتا ظلها المقابل على المجاور يبقى إكس على فيثاغورس إكس تربيع 4 زائد خلينا نكتب على نفس صيغة السؤال لازم يظهر عندي في المثلث الجذر تبع السؤال لازم يظهر عندي في المثلث 4 زائد إكس تربيع طيب يبقى يساوي لن أبسليوت إيش السك تبعها الوتر على المجاور يبقى جذر 4 زائد إكس تربيع على 2 أوعوا تعملوا 4 زائد إكس تربيع وتعملوا على 2 هيك لازم أسحب الخط وأضمن أنه الخط يفصل بين الجذر والاثنين ضروري زائد إيش التان؟ ما هي أصلا منها صح؟ إكس على 2 أبسليوت زائد أي سؤال؟ زي ما بدك بس تكون صح ما هذا اسمه تعويض مثلث لا بس زي ايش عادي اذا بتلاقي لا الجذر صاد زي ما بدك حلي بس حلي صح وتذكري صح في الدار في الدار وورجيني اياه وانا بقول لك صح ولا لا المهم احنا الشروط تبعتنا واضح نعم مين قولي انت ما تحكيش بعد انت مش مسجله مش مسجله عندي بالكسب ما تحكيش الليلة دخلت لا لسه مسجل ايش الاسم انا مسجل اسمي موجود انا الليلة دخلت على الصفحة ودخلت الحضور والغياب ما لقيتش اسمي فقلت ممنوع نادى ما تحكيش طيب اكزامبل الثاني اللي بعده لا بس طيب اروح على اكزامبل 3 وخلاص اكزامبل 2 بسيط اكزامبل 2 بسيط اكزامبل 3 عشان نخلص السكشن لا بيختلف هذا اكزامبل بيختلف اكزامبل 3 بقول لي ايفالويت تكامل دي اكس على جذر اوكي اوكي 25 اكس تربيع واكس اكبر اكبر من 2 على 5 طيب ايش بدنا نعمل حاجه تربيع ناقص عدد يبقى على سك تربيع ناقص 1 صح بس هنا عشان 25 لا بمشي انا عامل مش عارف اذا ظاهر عندكم مكتوب حل اخر ومحطوط سهم مش مبين عندكم لانه انا ما انا عندي صفحه كانت عندي في الكتاب الاصلي ابيض عندي فحلل عليها حل ثاني بعدين بديش احل الحل الاخر بدي احل الحل المكتوب قدامكم عشان لو مضل شوي وقت يكون مكتوب والحل الاخر بصوره بوقت الكويه ان شاء الله المهم الان انا بدي اخلي معامل اكس تربيع واحد عشان يصير اكس تربيع ناقص وايش ما يطلع هان سهل اخذ جذره مع 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 السك او مع السك كون بسيط الان بقدر اقول جذر
بدي اخذها مع التكامل في الاول. بدي اقول انا التكامل دي اكس على جذر 25 اكس تربيع ناقص 4 بيساوي تكامل دي اكس على جذر، خذي 25 عامل مشترك، بضل اكس تربيع ناقص 4 على 25، صح هيك؟ مظبوط. بطلع ال 25 برا بخمسة، بتطلع برا بخمس لانه واحد على، فبتطلع عندي خمس تكامل دي اكس على جذر اكس تربيع ناقص 4 على 25. صار الان سؤال عادي، صح هيك؟ واضح هيك؟ صار سؤال عادي، اكس تربيع ناقص عدد. فالان بدي اروح للفرض، بدي اقول له الاكس، الاكس ايش جذر هذه؟ وهذه على صورة مين؟ راهن سك تربيع ناقص واحد، يبقى سك ثيتا. سك ثيتا، السك ايش شروطها بناخذها؟ السك من صفر لباي على اثنين ومن باي على اثنين لباي، مزبوط ولا لا؟ اوكي، احنا بناخذ الشرط اللي ايش بدها تكون عندي هنا؟ لما قال لي اكس اكبر من اثنين على خمسة بكون وين الاقتران؟ اوكي، احنا بنختار الشرط اللي يطلع لي، نشوف ايش الابسوليوت اللي حيظهر عندنا. ايش بظهر عندي ابسوليوت؟ ما فيش، اللي هي ما طلعش هي بلاش. ايش اللي بيضمنني على طول انا انه ايش ما يطلع عندي يطلع موجب؟ الربع الاول وخلاص، مزبوط. هي مفروض السك من صفر لا ايش قلنا احنا؟ من صفر اقل او تساوي اكس اقل من باي على اثنين او من باي اللي هي اتحاد، بس عشان اكتبها على صوره فتره مش فتره انا، او اكس اقل من اكس اقل من او تساوي باي. طبعا هنا هنحط ثيتا، فاحنا ناخذ الربع الاول وخلص، ناخذ الربع الاول وبدنا نبعد عن يساوي صفر عشان نبعد عن الاصفار خالص. خذ ثيتا اقل من باي على اثنين في الربع الاول. طيب المهم هاي الاكس تربيع بدي اخذ ما تحت الجذر، ما تحت الجذر بدي اخذ جذر اكس تربيع ناقص 4 على 25 بتساوي جذر 4 على 25 سك تربيع ثيتا ناقص 4 على 25. باخذ ال 4 25 عامل مشترك بطلعها برا 2 على 5 جذر سك تربيع ثيتا ناقص 1 تان تربيع، بيطلع عندي 2 على 5 في جذر تان تربيع اللي هي ابسوليوت تان ثيتا، مزبوط، اللي هي حتساوي لنا 2 على 5 تان ثيتا. طيب بالتعويض في 1 دي مزبوط، صح صح، حنساها كثير، ما لما اجي اعوض حتذكرها غصبا عني. الان ناو دي اكس بتساوي 2 على 5 سك تان، مزبوط، سك ثيتا سك تان ثيتا دي ثيتا. الان يبقى التكامل عندي اذا بالتعويض في 1، نسمي هذه 1 بالتعويض في 1، اذا الانتجريشن بيساوي 1 على 5 في تكامل دي اكس اللي هي 2 سك ثيتا تان ثيتا دي ثيتا على 2 على 5 جذر ال 5 لا هي 2 على 5 تان ثيتا والتان ما تان بصير عندي 5 تكامل سك ثيتا دي ثيتا ويساوي 5 لن ابسوليوت سك ثيتا زائد تان ثيتا ابسوليوت زائد سي. نرجع الثيتا، برجع للفرض، برجع للفرض من هان سك ثيتا بتساوي 5 اكس على 2 او اضرب في 5 على 2 اضرب في 5 على 2، بنقول هنا في الهامش انا عندي اكس بتساوي 2 على 5 سك ثيتا، يبقى سك ثيتا بتساوي 5 اكس على 2، يبقى برسم مثلث على هذا الكلام، هاي القائم وهي الثيتا، السك الوتر على المجاور، يبقى هاي الخمسة اكس
وهي 2. فيثاغورس ايش بيطلع عندي هان؟ مربع 25 اكس تربيع. قلنا نفس الكلام الموجود، نفس الجذر الموجود في السؤال، صح؟ يبقى هنا حيسوي لي خمس في بعدين وين رحنا؟ الجواب النهائي مظبوط لن ابسوليوت سك ثيتا، هاي السك 5 اكس على 2 زائد تان ثيتا جذر 25 اكس تربيع ناقص 4 كله على مين؟ ابسوليوت زائد. تمام يعطيكم العافية. ضل 5 دقائق قبل ما يجوا، بس اقول لكم الحل الثاني ايش. الحل الثاني اني بسطت الشكل، بسطته، اخذت هذه سميتها يو تربيع، يو تربيع من بداية الحل، يو تربيع يعني اخذت يو هي 5 اكس. انا هو الحل الثاني بدي امسح هذا مكتوب عندكم بالضبط مزبوط. تمام هذا نشيله، ما انا حصور وابعث لكم اياه ان شاء الله، احنا بس عشان الوقت. لو قلنا الهان لو قلنا خلي يو هي 5 اكس، يبقى دي يو 5 دي اكس تساوي 5 دي اكس، ومنها دي اكس بتساوي 5 دي يو مظبوط. اذا الانتجريشن تبعي صار يساوي 5 تكامل دي يو مظبوط بدل دي اكس على جذر يو تربيع ناقص 4. صار سؤال عادي جدا صح. الان بدي اشتغل كانه السؤال بدل ما يعطيني اياه بالاكس اعطاني اياه باليو، ابدي شغل الان، وبعد ما خلص وبطلعه في الاخر باليو برجع اليو لاصلها بيطلع لي بالاكس. فانا الان السؤال صار بدل ما هو كسور وقصص صار سؤال بسيط. الان حاجه تربيع ناقص عدد السك تربيع ناقص 1 صح. يبقى انا بقول له هان لت يو تساوي جذر هذه 2 في سك ثيتا. الشرط تبعنا زي ما اخذنا صفر اقل من ثيتا اقل من باي 2 صح. تشيك. طيب الان بدي اخذ دي يو بالمره عشان ما انساهاش. دي يو ايش بتساوي؟ 2 سك ثيتا تان ثيتا دي ثيتا. تمام. كمان بدي اخذ جذر اند بزغزغ الحل ولا ايش؟ ايش فيه؟ يو تربيع ناقص 4 بيساوي جذر اليو تربيع ايش بصير؟ 4 اليو تربيع 4 سك تربيع ثيتا ناقص 4. بناخذ الأربعة عامل مشترك بنطلعها برا بصير 2 في جذر تان تربيع ثيتا مع الابسوليوت مع غيره بيطلع عندي 2 تان ثيتا. ما فرقش حاجه عن الاولاني، بالعكس هيك ابعد عن الكسور صح. نعم هذاك الحل اللي هو الموجود في الكتاب الاصلي، هذا حل ثاني من عندي هيك تبسيط يكون اسهل 100%. اللي بتشوفيه اسهل شوفي، يعني لو انا بحل سؤال باختصار في 4 اسطر وانت بتحليه في صفحه وانت فاهم حلك اكثر من حلي، هو هذا الاسهل بكون بغض النظر، مش المهم الطول والقصر، المهم اكون حافظ الافكار المتسلسله تبعت الحل. اما احل باختصار مش هو المطلوب. الان نقول اذا انتجريشن نقول اذا اي بتساوي 5 في الديو هيها 2 سك ثيتا تان ثيتا دي ثيتا على اللي تحت الجذر 2 تان ثيتا، يبقى حيساوي 5 تكامل سك ثيتا دي ثيتا، ويساوي 5 في لين ابسوليوت سك ثيتا زائد تان ثيتا ابسوليوت زائد سي. الان على الهامش اليو بتساوي 2 سك ثيتا، يبقى سك ثيتا لحالها ايش بتساوي؟
سك ثيتا يو على 2 صح؟ نعمل مثلث القائم الزاوية وهاي الثيتا السك الوتر على المجاور وهذا ايش يكون؟ جذر يو تربيع ناقص 4 نفس اللي موجود في السؤال صح؟ باجي بعوض هان بقى يساوي 5 في لن ابسليوت سك ثيتا يو على 2 زائد تان ثيتا المقابل على المجاور جذر يو تربيع ناقص 4 على 2 زائد سي تفرق هيك الأربعة عن اليو فارقة ها أوكي تمام الآن بدي أرجع اليو لأصلها وحل بسيط جدا أنا شايفه أسهل أو أبسط بصير 5 فلن أبسليوت 5 إكس على 2 زائد جذر 25 إكس تربيع ناقص 4 2 زائد هذا هو الحل الآخر يعطيكم العافية.